التلفزيون العمومي في خدمة المترشح عبد المجيد تبون، المترشح الحر اللي ما عندوش حزب سياسي وراه، ما عندوش قوى جماهيرية وراه، ما عنده حتى جهة مؤثرة وراه، عنده وسائل الدولة بين ظفرين، لكن من الدولة، الدولة ما يقدرش يديرها. سي عبد المجيد تبون اليوم جابوا له هدية على طبق من فضة أو من ذهب كما حبيتوا، حطوه له قالوا تفضل التلفزيون العموم في خدمتك. كيفاش؟ لك هاو نحيو هاي مراسم التنصيب، ينحيو المدير القديم، مانيش عارف علاش نحاوه، سمعت ما كان حتى نادر بوقايس، وهما حطوهما انهاولوا المهام تاعو بدون سبه، ما قالوش وعلاش، وجابوا اللي كان مدير تاع الاخبار عادل سلاقجي، وحطوه مدير عام المؤسسه العموميه للتلفزيون. هاك الور شكون نصب المدير العام؟ احنا نذكروا باللي في ديسمبر 2022 بعد ما اعطاو كوت بيل لناكل شعبان، لانه ما صابوش كيفاش يخفيوا اسم المغرب كي تاهل لنصف النهائي تاع مونديال كره القدم في قطر، دونك اعطاو له كوت بيل. اللي جا نص نحاه ونصب المدير الجديد اللي خلفه اللي هو نادر بوقايس هو وزير الاتصال، وهذا هو العادي، وزير الاتصال هو اللي يشرف على تعيين تنصيب المدير العام تاع المؤسس اي مؤسسه اعلاميه عموميه. احنا اليوم شكون نشوفوا؟ شوفوا في الصوره مليح يا ناس، هذا يراه في الوسط يلبس كوستيم جري ومترأس الجلسة، على بالكم شكون؟ هذا كمال سيد سعيد المدير العام للاتصال لرئاسة الجمهورية ومستشار رئيس. روحوا ضربوا طلع على موقع رئاسة الجمهورية اللي يشرف عليه سي كمال سيد السعيد، ما يسواش بصلة، تاع البوليزاريو خير منه، قسما بالله تاع البوليزاريو خير منه، دايرين باربع لغات وكدا ومنا وتصاور واخبار، مع موقع المرادية دي زاد ما كان والو، الله ينوب، الله ينوب. مديرية عامة، يعني كان عند مديريات معاها، الله ينوب. خلينا من هذه، هذا باش نبينوا على عدم الكفاءة تاعو، لأنه هذا وين كان قبل؟ هذا كمال سيد السعيد، هذا عمو عبد المجيد السعيد راه في الحبس السني سراق، وهذه عائلة تاع السراقين، مات، وهو ثاني يغمس، هذا كان يخدم عند ربراب، كان هو مكلف بالإعلام عند ربراب، خدمته كان يسابوطي ربراب، ربراب كان شوف جميع من يحطوا مقر مقربين ليه يسابوطيه، حتى ولاده داروا عليه، يعني تحير، حتى ولاده داروا عليه، كان داير واحد في فرنسا هو اللي حاكم له هذيك تاع اللحم حلال وكذا وكامل، حب يكون له شريكة باش يكوليها من بعد يشريها عليهم كوليا. انا اول لقاء معاه شفتو، انا ما نحبش الخاين، ما حد كيشوفو خاين معنا،
خلي رب راب قلتو يا سير براب سيدي راك دايرو هنا راهو راه يكسر لك في الشركة ما دخلش رانا نقول ما نشوف المنكر نتكلم عليه ما عنديش طمع انا باش نكون في بلاصتو ما عنديش مؤهلات وما عنديش انفي لا رغبة ولا باش نكون انا في شركة تاع لحم حلال ولا تاع لحم لا ولكن لما نشوف واحد يخون واحد يفسد ونسكت عليه يا خويا ما قاش عليها ربي قلت له يا ودي هاولا بعد شحال بعد 11 شهر قال لي وي هذا كريم كذا منا واش دار واش دار قلت له قلت لك عليه نفس الشيء بالنسبه لكمال سيد سعيد هدرت معاه في تليفون خطره تاك تاك فهمت السيد لا نهار اللي هدر معايا ربراب قال لي يا ولدي شو مع كمال قلت له لا لا سي ربراب هذا السيد راه قاعد يخون فيك وانا مانيش الخوانة ما يدوروش بيا واحد اللي يخون ما يدورش بيا هذا راه يخون راه قاعد يحفر لك وهكذاك تاكد الحال ومن بعد وين نصيبو السيد نصيبوه عند تبون من عند ربراب الى تبون ايه من ربراب الى تبون هكذا شكون حطوا لي المخابرات المخابرات مسيطرين على كلش حطوه عند تبون كي هو كي سكرتير باتيكولي تاع عمير رشد تاع تبون يحفروا له ويتجسوا عليه ويديوا لسيادهم يعملوا تقارير هكذا راه يتم فهذا السيد يجي اليوم ينصب المدير العام تاع التلفزيون باي صفه انت مدير عام في مؤسسه تاع رئاسه الجمهوريه و مؤسسه التلفزيون ماهيش تابع رئاسه الجمهوريه تابع للحكومه هذا قطاع حكومي قطاع والحكومه ماشي في دوله ديمقراطيه با فورسيمون تكون تابع للرئاسه هذيل وزيد كاين وزير اتصال هو اللي يشرف هو اللي يحاسب هو اللي يدير شوف كي يقول لكم دولة عرايا دولة عرايا كي يقول لكم ما كانش دولة ما كانش دولة هذا خير دليل على ذلك شتو كيفاش يعفسوا كما يحب من ضمن العفيس اللي يعفسوا فيه أن نعطيك يعني نقطة بنقطة دور قولي راك دا نقول لك قولي لا لا راك ضد وراك يا خويا راني مع ضد ما يهمش اسكو يجوز لمدير الاتصال برئاسة الجمهورية انه هو يعين وينصب المدير العام تاع مؤسسة اعلامية تاع التلفزيون اللي عندها وزير هو لا محمد العقاب ولكن محمد العقاب يخاف قدام كمال سيد سعيد يسكت لانه على باله باللي هذا يا كمال سيد سعيد مخابرات موراه العقاب موراه تبون يروح تبون يقول له كذا يقول له اسكت اسكت قول ما خليها برك ما عليه ما فيها والو هذا هو وعلى لانه ما كاش دوله ما كاش قانون وكي ما كاش قانون تبون يواصل نشاطات رئاسيه شعبويه في اطار الحمله الانتخابيه نشوفوا هذا بعد شيء. Thank you.